السلام عليكم. الاسم ديالي حميد كمالي، موظف مقاطعة سيدي عثمان، رب أسرة من 8 الأشخاص. وأنا المشكل عندي هي الدريات. هاد السيدة كان خدا واحد السيد هو ما خداش من عندي، كانت مريحة من عند عمتها وخدا من عند عمتها وخدا بطريقة ديال الاغتصاب وسدوا عليها ما عليناش. هاد الناس من 2017 وحنا معاهم في المشاكل. 2017 مشيت ديكلاريت ما داروا معايا والو، ضربوها صلخوها، التصاور ديالها كاينين، كلشي كاين عند السلطه، حتى حاجه ما داروها معنا. 2018 نفس المشكل. 2019 جمعوا على المراه في الحمام، مشيت ديكلاريت في 26، لحد الان كنمشي ل 26 كنقول لهم هذاك الدوسي اش كاين، فيه الشهود، فيه الجناوه، فيه التهديدات ديالو هو من الحبس. هادشي اللي كان كيقول غيدير ليها راه قالوا لينا في الحبس، والسيديات ديال المراه عند السلطه، والسلطه ما قدمت حتى شي حاجه لسعاده الوكيل، ما دفعوا حتى حاجه للمحكمه. فاش كنمشي كيقول لي وصافي سير وانتم نساب انتم هادي. والواقع دابا اللي وقع، الدريه فاش تشدوها في الحبس طلقات منه، دارت طلاق الانشقاق، ما تابعته على والو حيت هو مسخ، اللهم يمشي يعرف حالاته. البارح خارجه باش تجيب شويه الحوت من حي السلامه، مشيتي تبعتيها ضربها بالجنويه، راه خسر لها وجهها كامل وبالتهديدات. ولحد الان البارح راه بالشهود غادي جاي عليا باش يديكلاريت. الله يجازي الناس بيرمانونس، خرجوا معايا التحقنا بدار وما لقيناش، مشاو هما. هو دابا راه صباح وعشيه غادي جاي عليا بموتور. واش بغاوني انا كموظف بقى لي واحد 6 سنين وخرج لونتريت، واش بغاوني الجنويه تبع واحد مسخ عائلته كاع مسخه، عائلته كامل مدوزه الحبسه عباد الله. كنطالب انا من الناس السلطه والمسؤول الكبير ومن سيدنا والسي احبوش الله يجازيهم بخير، يشوفوا هذه الدائره عندنا ديال الامن الوطني. ما فهمتش انا، والان بقى انا مرتي مسلوخه بجنوي، بنتي مسلوخه بجنوي، الاخرى مسلوخه بجنوي في 2019 في شهر 4 نهار 11، وكنمشي عاد دابا ونسابت هما. وجابوا لي واحد السيد قال لي بانه هو وكيل، وواحد السيد اخر قال لي كوميسير، وصيفطوها بست شهور ديال الحبس فابور. ولي وشم لك هادشي؟ ولي وشم دوي. اشنو كيف علاش كيفاش وشم لك هادشي؟ هادشي اذا كنا باقيين صغار نمشي عليه. راه ولد الناس هذا وغيدير معايا طريقه اخرى الله يجازيه بخير.